افضل وارخص تلفزيون مال جيمنج اصدقائي، مو مال اي شيء عجبك، بس بعيوب وبميزات. اسم التلفزيون ويزدوم شير او ناشونال الكاهي اسمه سمارت كلوب. هذا بي اصدقائي يوتيوب تقدر تنصب تخلي له من المتجر التطبيقات، خلي له اي شيء سينما نهايه، حتى تطبيق مال الوذر وهالسوالف تقدر تسوي، وشكل بي واير مال انترنت تقدر شكل بي هاي بي اتش دي ام اي واحد. ها بس تقدر، انا سويت تقسيم مال اتش دي ام اي فسويت اكثر من واحد، واي بي 2 واي تي في. ها في جي اي لازم عن طريق تحويله الى في جي اي. بس شنو اصدقائي، انا ما جربت للجيمنج الحلو بيها، ما جربت عليه اجهزتي مال اللعب الاكس بوكس وبلاي ستيشن واي جهاز من ذني اجهزتي اللعب. ها ذني ما جربت عليه مجسميه خرافيه طلع لي اياها، بس طبعا مو مجسميه تو اتش دي او 4 كي، هو مكتوب عليه 4 كي بس كذب، هاي العيوب مالته انه مكتوب عليه 4 كي بس كذب، بس 1080 بي طلع لك اياه فول اتش دي يعني كامل وكلش مجسمه الشاشه، وسعر التلفزيون 165 الف اصدقائي، يعني كلش رخيص.